We trace the trajectory of these six shots from the vehicle. استهداف الصحافة استشهاد شيرين أبو عقلة التحقيق الأول من نوعه الذي يوظف نمذجة رقمية لموقع الجريمة والتي تمكن بشكل قاطع من دعم الأدلة الجديدة حول استهداف الشهيدة شيرين أبو عقلة من خلال الاعتماد على أدلة جديدة موثقة بما فيها ذلك لقطات من مكان الجريمة لم تعرض من قبل ووثائق التشريح والشهادات الأصلية. لكل شيء وقت، واليوم ليس وقت الصمت. الحق ترغب بأن تصرخ وتقدم وتقول كلمتها. أيضا قضية شيرين ومسؤولية الجندي لا يجب أن تنسينا المشكلة الأكبر، وهي الاحتلال بطبيعته الاستعمارية الاستيطانية. فهذا لن يكفيه قرار من المحكمة الجنائية الدولية، ولن يكفيه ملاحقة الجندي الذي قتل شيرين. هذا يحتاج لتدمير البنى التي وضعها الاستعمار، وهذا ممكن حدث في الماضي ويمكن أن يحدث في المستقبل. لا يجب أن نفقد الأمل. تحقيق أطلقته اليوم مؤسسة الحق ومؤسسة فورنزيك أركيتكتشر بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بهدف الوصول إلى الحقيقة للصمت. دعوات انطلقت من أكثر من 80 عضو في الكونغرس الأمريكي والمجتمع الدولي وملايين الأشخاص حول العالم دعمت مطالبنا بالمساءلة، ولن نتوقف أبدا. فالأدلة دامغة وقاطعة. لا يجب أن تنتظر عائلتي يوما آخر من أجل العدالة. أمل أن تكون الأدلة الجديدة والتحليل التفصيلي اليوم كافيين لكي نرى قريبا مساءلة حقيقية ذات مصداقية، وآمل أن تحصل عزيزتي شيرين على قدر من العدالة يوما ما وبالقريب العاجل. تهدف وحدة التحقيق المعياري في مؤسسة الحق إلى إنتاج جيل جديد من التحقيقات لمواكبة التقنيات الجديدة في العصر عن طريق استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد من أجل توضيح الصورة ووضع الحقائق في مكانها. شيرين على الاستمرار، إيمانا منا بأهمية هذا التحقيق الذي يتتبع مسارنا، الذي لم يتتبع مسارنا فقط كما ذكرت، بل تتبع مسار الرصاصة التي خرجت من فوهة بنادق جنود الاحتلال وأصابت شيرين. الرصاصة التي خرجت وأصابت علي، والرصاص الذي خرج وأصاب الشجرة بهدف قتلي وقتل شريف الذي كان يحاول إنقاذنا، وتم إثبات ذلك هندسيا. تأكيد استهداف شيرين وزملائها وضحد رواية الاحتلال المضللة وتحديد مصدر الرصاصة التي انطلقت من سلاح قناص إسرائيلي يتمركز داخل آلية عسكرية، كانت هذه أبرز نتائج التحقيق.